السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء كان نهني مشتركين القناة ديالي قرقبات بحلول سنة 2022، الله يدخلها عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر، والله يفاجيها عليكم، واللي ما عندوش خدمة الله يجيبها ليه، واللي عنده كريدي الله يقضي ليه الله دينه، واللي عنده شوية الله يعطيه بزاف، واللي ما مجوجش الله يجوجه، واللي خاطب الله يكمل عليه، واللي ما خدامش الله يجيب لي شي عمل ديال الخير اللي يعيش فيه هو ويعيش مع والديه، والمرضيين الله لا يخطيكم مرضات الوالدين ورضات الله قبل كل شيء. اليوم جينا باش نسمعوا على هذاك السيد اللي مات ودفنوه في المقبرة بمدينة القنيطرة. خوتي احنا كنعرفوا من الانسان كيتدفن بالكفن ديالو، وكيحطوا عليه الحجر بعد ما تيكون في القبر لتحت يحطوا عليه الحجر، وانتم كتعرفوا ان الحجر تيكون شوية الصوت ديالو تقيل، الا بغينا ندقوا عليه او مثلا الا بغينا نحركوه تيكون ثابت لان تيكون التراب فوق منه. احنا ما غاديش نكذبوا هذه القضيه ديال السيد الدق او لا، غير هي جات شويه بعيده على الدقان، مثلا على الصياح يصيح يتكلم تقول روح عباد الله اعتقوني، ممكن ويكون الانسان دايز من قدام القبر ويكون القبر جديد، مثلا كيتراوح ما بين هذاك النهار واليوم الثاني. مثلا كنسمعوا بعد الظاهرات وقعت كاين على 3 ايام على 4 ايام، هادشي اللي كنسمعوا. احنا كيف ما قلنا غنرجعوا نقولوا ما تنكذبوش هاد الواقع اللي صارت، لان الناس كتتكلم بحرقه، اللي سمع كيسمع بحرقه، لكن الا كنتو انتبهتوا لواحد التوضيح ديال حفار القبور، الشخص اللي كيحفر القبور قال لك هاد الارض راها ترابيه، يعني فين ما تحرك شي حد او مشى شي حد او حتى على بعد واحد المسافه، بحكم ان المقبره ما فيهاش شي مثلا سيمون داخل ليها بحال الطبلات ديال البني، مثلا هي كلها غير مقبره خاويه، فين ما مشيتي كتسمع الحس. هذا هو اللي ادلوا به بعض الناس اللي كانوا تيقولوا بالله راه السيد ما دق شاي، راه غير سمعنا الصوت، يمكن ديال المشي يمكن ديال الجري، تكون على واحد البعد ديال المسافه قدروها. لكن الناس اللي تيقولوا حنا راه تصنتنا الصوت عن قريب، هاد الناس مآمنين انهم سمعوا هاد الصوت، وهما اللي زادوا تبتوا على اولاد المرحوم الله يرحمه، قالوا بان راه رافضين باش ينبشوا على القبر ديالو. هاد الدراري اللي هما شباب يعني ما شاء الله في العمر المتقدم، قال لك حنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى حرم نبش القبور، السيد مات مآمنين ان السيد مات لانه كان عنده واحد المرض خبيث في الراس ديالو، هذاك هو علاش عرفوه مات. ولكن الناس اللي تيقولوا تاني ناس اخرين تيقولوا بان هاد السيد راه نهار مات ما جاش طبيب شرعي، هاد الناس حنا بغينا نقول لهم شكون اللي قالها لكم؟ واش ولاد المرحوم قالها لكم؟ يعني هاد الناس اللي تيقولوا هاد الهضره خارجين اقرب لولاد المرحوم، عارفين شنو طاري، غادي ندير واحد علامه استفهام وغادي نسالوا هاد الناس، واش نتوما اللي مطلعين هاد الضجه؟ واش نتوما اللي كتقولوا ان السيد مقتول لدرجه ان بداو تيقولوا السيد مقتول قتلاته مرته، مع العلم ان بنته طلعت وقالت ان الام ديالها يعني تتجاوز العمر ديال المرحوم الله يرحمه اللي هو عنده 72 سنه، يعني ما بين 70 72 سنه عند هاد المرأة، كيفاش غدير غادي تقتلو؟ فينا هي القوة الجسمانية باش غادي تقتل هاد السيد؟ إلا هو حامل واحد المرض مسكين الله يرحمه وكيعاني منه، كيفاش حنا غادي نقولو ولا غادي نطيقو ونسمعو بودنينا ونقولو لا هاد السيد قتلاتو المرأة ديالو أو ضربوه الولاد ديالو؟ عيب، راه رجل مسن،
راه عايش في دارو حتى خرج من دارو، لا هو متشرد لا هو عنده شي قصة مع الولاد ديالو، بالعكس ولادو تيقولوا هاد السيد كان من الناس اللي مصلين وثابتين وجالسين ومراعين وليداتهم بما يرضي الله، وكيخافوا وكيخوفوا خوف الله، وكيحسنوا الجورة وكيحسنوا التعامل ديالو مع الجيران ديالو مع الصحاب ديالو مع العائلة ديالو. والدليل ان اخوه وولد اخوه كانوا كيهضروا بواحد الحرقه، قال لك راه حنا ما بغيناش نبشو القبر، راه مشينا عند السلطات وقالوا لنا غير غادي تحلوه السيد مات غير دعايات ديال الناس. هاد الناس اللي تيخرجوا وتيتاكدوا وتيأكدوا ان السيد ضرب خصهم يقولوا ان السيد تكلم، لان حتى ولو يضرب غنقولوا هاد السيد رجع ليه الوعي ديالو، كان يعني فقد الوعي وخرج على سيطرة الحياة، عنده واحد غيبوبة ديال السكر او غيبوبة سكتة قلبية مثلا، الله سبحانه وتعالى قدر انه يرجع للحياة، لان كل شيء بيد الله ممكن، ما غاديش نقولوا قدرة الله لا منها، وانما السيد قاع ها هو رجعت ليه الروح وبغى يضرب، ما غاديش تكون عنده واحد الجهد الا اذا كان هاد السيد عنده واحد القوه جسمانيه قويه، لكن ممكن يصرخ ايه ممكن يصرخ ايه، ما غاديش نقوله لا، لان اصلا السيد مريض مريض ومات مريض يعني معلول، ما عندوش واحد الجهد، كون هو كان غير صحه سلام والصدفه انه قدموا الامانه امانته وسمعوها الناس يقول لك هي راه كان صحه سلام علاش نبشوا القبر. هاد الولاد ديالو العائله ديالو ما قالوا ماشي ما بغيناش نحفروا، قالوا حنا بغينا لكن السلطات قالوا لنا لا، ولقينا عندهم كلام صح، مادام السيد يعني كاين محطوط في قبره صافي كفايه، ما نقدروش نبداو نبشوا ونبداو نتحملوا واحد المسؤوليه اللي تجي لينا بالمشاكل من بعد. احترموا الحرمات ديال القبر واحترموا الميت والناس اللي مات لهم الميت، لانه تيكونوا مشويين وما تيقدروش ينساوه، واحترموا نفسكم ما تبقاوش تعطوا لنفسكم الحق اكثر من اللازم باش تبداو تتحفروا وتقولوا لي اجي وبداو باش حنا نحفروا. شنو عندكم؟ شنو هي المشكله اللي ضراكم في هاد الناس؟ واش هي بغيتوا تحطوهم في شي فخ ولا غيره ولا حسد ولا بغيتوا تطلعوا عليهم اشاعات؟ عرفوا حسنوا ما بينكم وبين الله، وعرفوا حدودكم ما بينكم وبين الله، وهذا السيد لا ما هو حتى شي حاجة إلا إنسان بسيط، الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من أهل الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.